بيك يا استاذ احمد اهلا بيك. وبستان الشيخ مصطفى اسماعيل. الحقيقه مدخل الموضوع يعني كبير قوي، لكن احنا عايزين في حدود امكانياتنا نركز على نقطه محوريه، الاليه في نقل هذا الفكر الموسيقي العظيم الى الاجيال المختلفه زي ما احنا شايفين. احنا بنقدم الحلقه دي الحقيقه كنموذج لوزارة الأوقاف مباشرة إنها فعلا تطلع بمسؤوليتها في تبني هذه التجربة، مش عشانك ربنا يديك طول العمر، لكن علشان القرآن. إحنا بنعدي في محنة في بلادنا في كل المجالات. أنا ناس بيجون البيت بيقلدوا عبد الباسط وبيقلدوا الشيخ رفعت وبيقلدوا مشايخ كتير، بعلمهم المقامات وطريقة الإوانة ببساطة، بدل ما يقول نغمة واحدة نغمة الصبت طول ما بيقول، لا بعلمه ازاي يقول رز وازاي يقول سيكا وازاي يقول نهوان، برضه صوت عبد الباسط وكذلك الشيخ رفعت. فبيقول ان شاء الله لما تجيني مره ثانيه هعزم لك ناس بيقلدوا المنشاوي والرفعت زي محمود الطوخي، وهقلد لك ناس بيقولوا عبد الباسط وشو بيقول بالمقامات. الله الله. هي اهم حاجه اللي هم علمهم اللي يعني الفكر اللي هم عاوزين يتعلموه، عاوزين يوصلوا، فبيتعبوا. في ناس بتجيني من اسيوط وناس بتجيني من اسوان، ده في ناس بتجيني من تركيا وفي ناس بتجيني من امريكا. ايه اللي بيميز الشيخ مصطفى اسماعيل عن بقية المقرئين فنيا؟ دي هبة من الله بالفطرة. الشيخ مصطفى اسماعيل كان يقعد يقرأ وهو عنده 30 سنة والناس اللي قدامه فطاحل سميعة مصر وممكن قويلة، يضربوا على القانون ويضربوا على العود ويضربوا ناس موسيقيين كبار، يقعدوا يقولوا له يا شيخ مصطفى انت عارف انت عملت ايه؟ يقول له انت عملت سيكا، نقلت على الرصد، نقلت على الصبا. يتعلم الكلام ده بقى، يروح البيت يقول انا مش مصدق اللي فلان وفلان وفلان اللي انا بسمع عليهم وبشوفهم في اي حته في الجرايد، ولا بيقعدوا قدامه يقولوا لي انت عملت وعملت وعملت. فتعلم من هنا، ده علاوه ان ربنا مديله صوت بقى مع الاسف، يعني دي حاجه من فوق طبعا. وعمره في حياتي في حياته ما كنت اقول له انت عملت دي يا عم الشيخ مصطفى، يقول لي يا ابني ما تسالنيش، اسال اللي فوق، انا يا ابني ربنا اللي مشغلني، انا بعرف اقول انا قلت ايه، انا اللي بقوله يا ابني بيطلع كده مني كده من قلبي لفوق. في الوقت الحالي يعني يعني انت متبني اسره. حمزه لا الاول حمزه 5 سنين، وعمر 7 سنين، سميه 13 سنه، محمد اقل من 16 لسه ما كانوش بطاقه، عبد العزيز 17 وماشي في 18. كانوا جايين لي الثلاثه دول بيض. هتشوف دلوقتي وصلوا لايه. من قد ايه؟ من ثالث سنة. دي ثالث سنة. ما عايزين يعني الناس تفهم الحدوتة عاملة ازاي. الحدوتة اللي انا قاعد في القناة فبشوف الاصوات على النت، فكل صوت بيعجبني ببعت يجيبه بالتليفون يعني. فالولاد دول اتصلوا بيا وقالوا لي ان احنا حافظين القرآن باجمعه كامل يعني، وبنقوله بالقراءات العشر ومعانا اجازات. فانا كلمت بتاع الامن قلت له الولاد دول يجوا. فكلمت صاحب القناه قال انا عاوز اشوف الاولاد دول السن الصغير ده 15 سنه ولا 14 سنه معاهم اجازات وبيقروا بالقراءات العشر وحافظين القران بالكامل، دي حاجه يعني عظيمه. فباباهم وخدهم في العربيه، فمامت سميه قالت له ما تاخد سميه معاك، الاولاد بيشوفوه في النت وعاوزين يشوفوا الاستاذ احمد مصطفى ده. فهو قال تعالى يا بنتي. فجت سميه ركبت العربيه معاهم، فقولي البيت ركبت معاهم. فبابا بيقول لي يا استاذ احمد اسمع منها آية. كانت ايه الآية يا سمية؟ مرج البحرين يلتقيان. نسمعها؟ اسمعها. يلا سمية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا كانت جايه كده؟ لا 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 هي جايه كده. مرج البحرين يلتقيان بينهما، انا سمحت بينهما دي ويلتقيان، قلت لها تعالي 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 بقى، بقت كده ما شاء الله. ودول كانوا طبعا بيقلدوا عبد الباسط الاول. الولدين الاول كانوا عبد الباسط. كانوا ما شاء الله يعني كده. فطبعا جم خدوا شرايط، انا اديت كل واحد يجي 100 شريط. ما عندهمش شغلانه بقى الا القران الحفظ والمعهد وسماع
الشيخ مصطفى اسماعيل كلهم بقى ما شاء الله. ياسر بقى ده ايوه انا قاعد في البيت واتصل بيا واحد كان وكيل وزاره في التلفزيون اسمه ايه؟ اسمه سمير البجول. سمير البجول كان رئيس قطاع الشؤون الاداريه بياخد مني شرايط برضه كده وحبيبي يعني. فقال يا استاذ احمد اسمع الولد ده مين يا ابني بيتكلم؟ انا اسمي ياسر الشناوي. قلت له بتقرا ايه؟ قال لي بقلد الشيخ مصطفى اسماعيل. فقلت له طب قول لي حاجه. فقال لي حاجه شديده، قال للمسلمات المؤمنات ان دي الشيخ عينا سنه 49 وكسر بيها الدنيا قالها لي. قلت له يا ابني تخرج دلوقتي من بيت الاستاذه مين تجين تسمعها؟ اسمعها. يلا يا ياسر. أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عملية
ان انت بتفجر طاقتهم وتخلي حواسهم صاحيه جدا وبتفاجئهم في لحظات عشان يقولوا حاجات. فده طبعا يعني ايه بيخلي الواحد صحصح، خلي هو بيقرا بصحة مش مجرد انه بيردد حاجه كده. فعايزين نقيم الحاله دي دلوقتي. ماشي. لا ما بين كلهم يعني كلهم تفصيل الولدين دول، خلي الولدين دول وبعد كده بقى هنسمع واحد واحد نصفيه واحد كده يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخروج لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة
أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء
والشمس وضحاها الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما فقال لهم قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم وسعاد محمد وكل المطربات الكبار بتوعي. وبالمناسبة أنا كنت عايزك تعرفنا بالأستاذ يسري ودوركم مع بعض في الرحلة الجميلة دي. يسري أخويا وأنا أعرفه من أوائل الستينات، كنا نسمع الشيخ مصطفى وهو يسمع الشيخ مصطفى فتقربنا إلى بعض لغاية ما بقينا نتزاور أسريا. وبعدين يسري من بيت فن، يسري كان ليه أخت مقرئة عظيمة كانت كفيفة وكان ليها سميعة، فطلع بقى
يحب يستمع. لما جه سمع الشيخ مصطفى اسماعيل دماغه قلبت قلبت. وقبل كده في الخمسينات هو عيل صغير كان يروح الأزبكية بعد ما ست أم كلثوم تغني كل حفلة شهرية يقف لها قدام مسرح الأزبكية ومعاه عقدة من الفل ويستناها لدرجة ما عرفته وبقت تقول له فين الولد أبو عين زي القطط يجيبه بنص تعالى يروح جاي وباس إيديها وملبسها العقدة. فكان يعني بصراحة أيام بالنسبة له عظيمة. فما تقربنا بقى للشيخ مصطفى اسماعيل وأنا بقى كنت جامع التراث وعندي الامكانيات اللي هو يسمع الشيخ مصطفى على حق يعني فبقينا اصدقاء من هنا بقى. جميل. بقى فنان. جميل. انت قلت راي جميل قوي يا استاذ يسري في اخر لقاء لينا في الاستاذ احمد فضل. وهو ان مدرسه القران والمدرسه الصوفيه عموما من ابتهالات لتواشيح لذكر وكده هي اللي بنت الشخصيه المصريه في الابداع عبد الوهاب سنباطي زكريا وكده يعني. وإن ده اللي احنا بنفتقده النهارده. وانت قلت لي حتى لما بمسك اي ولد جديد من اللي بيحنوا او بيغنوا كده اقول له اقرا قران ما بيعرفش حاجه فبكتشف ان هم فاضيين يعني. هو في الواقع ده حتى حسيتك دلوقتي هتلاقي حتى القراء المعاصرين دلوقتي بعد ما يبقوا قراء ويشتهروا ويشتغلوا يبتدوا يدوروا على الناحيه الفنيه لانه ما تعلموش فن يعني. احمد مصطفى ما بيقراش قران ولكن من كتر سماعه للشيخ مصطفى ربنا اداله الموهبه ديت وفوق الحياه كان يشتغل يعني كان يشتغل كان اثر الحياه في القران. ده بقى بعتبر ايه ان مفيش اصوات نسائيه. انت بتقول لها تحلك دلوقتي في حديثك سميه ليه بتتخذ منهج الرجال؟ لان سميه فقيره طفله ما سمعتش قارئات قران. ايوه بالظبط دي النقطه ودي انا يعني. النقطه اللي انا عايز اسيبها يعني على اعلى مستوى في الدوله. احنا عندنا مواقف كتير جدا في كله بيتجه للغناء ولكن في ناس عايز تقرا القران زي بنتنا سميه كده بيقولوا صوت المراه عوره تبقى عوره انها تغني ولا عوره انها تقرا قران؟ القران تبقى عوره ولا الاغاني؟ لا طبعا انا ما بعتمدش على الاغاني طبعا على عيني وراسي لكن القران هذه المواقف احنا افتقدناها من زمان يعني بعد موت اختي والشيخه كريمه العدليه دي قارئه كانت الاذاعه زمان الشيخه خطيبه خمسه والشيخه منيره عبده يعني مجموعه شيوخ شيخات كانت موجوده منهم اختي رحمه الله عليهم جميعا. من بعد الجيل ده انتهى ما بقاش في قراء وانا اثرت هذا الكلام مع الشيخ ابراهيم شعيشه وهو حي يرزق فقال لي والله فعلا احنا محتاجين الاصوات جينا من بره دلوقتي بتاع السيدات واحنا عندنا اهي عندنا كنوز اهي. فانا بشكر سيادتك ان انت يعني بدات تفجر القضيه دي وتطلع لنا اصوات جميله دي. سميه يعني مش مفاجأة يعني دي حقيقة غائبة زي ما قال الأستاذ أحمد وإحنا عاوزين فعلا النهاردة الشباب والشابات يقروا القرآن ويدانوا كمان. إحنا سمعنا ليها أدان جميل قوي قوي في القعدة الأخيرة. في حاجة كمان عاوز أنا وديت سمية لعمنا الشيخ أبراهيم شعيشة ووعدني إن أنا أدربها كويس إن شاء الله هتقرأ قدام الرئيس في ليلة القدر إن شاء الله في رمضان. الله 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 إن شاء الله. عايزين بقى نسمع الأذان بتاعها. اتفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بيتهوفن كان بيقول اديني تلميذ أو طالب عنده موهبة 10% نعم وأنا هديله 90% تمام. الكلمة دي كلمة في غاية الخطورة وأنا شايفها تنطبق متحققة في المدرسة بتاعتكم دي مصطفى صفة خاصة ربنا يبارك فيه وفعلا هو أنا بعتبره بيتهوفن مصري لا أنا مش قصدي أنا عايز يعني مش بيتهوفن خالص الموضوع ده لكن يهمني المنهج بتاعه نعم. وهو إن هو عنده طريقة ينقل بيها الفكرة الى الاخرين بشكل علمي ويتناسب مع ملكاتهم. نعم. انا ما عادش سمعت الاولاد الصغيرين طبعا الكبار معروف يعني جازين. تقديرنا ليهم وكده لكن اللي انا يعني عايز انقله للناس الشغل هنا ازاي اولادهم يبقى زي اولاد الاخ علي والد الاسرة الجميلة دي. وبالمناسبة احنا عايزين نشكر الحاج علي بالظبط يعني ما تنساش ان احنا نشكره على انه اب فاضل عارف يربي اولاده ووجههم التوجيه الصواب في هذا الزمن صعب. الحقيقه دي رساله الجزاء الاخير يعني احنا بنوجه رساله للاسره المصريه نعم. ولوزاره الاوقاف متمثله في الاسره دي طبعا يعني ان هذه اسره مصريه النموذج وده راجل عنده رساله ازاي عاوزين نكرر ده من خلال مسؤوليه اكبر لان هم الاثنين مش هيمشوا في الشارع يدللوا يعني نعمل كذا احنا عاوزين المسؤولين في بلدنا هنقولها للمرة المليون ها ينتبهوا الى وجود هذه التجربة الغير عادية واللي تعتبر استثناء في زماننا اللي احنا كلنا يعني لنا تحفظات كتير عليه والاعتراف بالحق فضيلة. ومن بكرة مفروض نبدأ الحكاية دي وكل اسرة مصرية تدور على احمد مصطفى جديد وكل واحد زي استاذ احمد يدور على اسره مصريه وترعانا وزاره الاوقاف لان ده الطريق الوحيد اللي نحمي بيه يعني شخصيتنا الوطنيه وغناء القلب منها. استاذ احمد يعني انا ملاحظ ان انت باستمرار يعني بتعتني بالولاد الصغيرين اكتر من الكبار يعني المرتين اللي جيت لحضرتك فيهم يمكن 80% من القعده كنت مركز مع الطفلين. ليه؟ لان رغم ان هم مشاغبين الموهبه بتاعتهم جايه على سن ما يستوعبوش اللي بيقولوه ده مع ذلك يعني انا بقول حركه بزود الحركه دي حركه اتنين ثلاثه بيعملوها صعبه جدا يبقى ناس بتجيلي كبار والله العظيم بيقولوا لي لا ما نعرفش نعمل دي. طيب عايزين نجرب بقى مع حمزه الصغير المناكب ده. تعالى يا حمزه تعالى هنا يا حمزه قوم يا حمزه اقعد جنب تعالى يا حمزه هنا ايوه ورينا بقى يا استاذ بقى العضلات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. إله الناس. إله الناس. ملك الناس. ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 على فكرة انت فجرت قضية في غاية الخطورة وهي الكتاب
يعني احنا لما بنقول زمان وبنقول عبد الوهاب بنقول سيد درويش بنقول محمد وكل الاسماء الكبيره ديت تزامنت مع الكتاب، وهو كان المصنع الحقيقي للتربيه الاخلاقيه والتربيه الدينيه والتربيه السمعيه. انا شايف صوره راقيه جدا جدا للكتاب. ايه رايك في غياب الكتاب واللي عمله فينا، وهل ممكن يرجع تاني؟ هو الكتاتيب في الارياف موجوده لغايه الان، بس في مصر لا، مش موجوده. لا مش في مصر، في الارياف حتى لو لقوا حته موهبه، ولا يعني لو لقوا موهبه كده بيجيبوها قناه الفجر وبيجيبوها لي. طيب انا عارف انها في الارياف، لكن هل مقرئين الارياف او الشيوخ بتوع الارياف في مستوى المشايخ بتوع زمان بتوع كده؟ لا، هو ده السؤال. لا لا لا، كل الجداد اللي في الارياف بيطلعوا يسمعوا الجداد، فبصراحه سوري يعني مختلفين يعني. يعني ما بيدوش طرحت بالامانه يعني. لو طلع ولد كده بيجي لي ويقول لي انا بقلد عبد الباسط، بقلد الشيخ رفعت، بقلد الشيخ البهتيمي، الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ البنشاوي، بجيبه بفضل الله كده شهر اتنين تلاتة بيبقى ما شاء الله بيسهر. يعني انت توصي بان الكتاب يرجع المدينة طبعا، وان يعاد تأهيل المعلمين. يعني مش مسألة شهادة حتى بالصيف، بالصيف يعملوا كتاتيب في الصيف. بالظبط، والله عندنا اولاد زي العسل، بس يروحوا فين؟ الحلقة دي ممكن تصح الناس شوية. يا رب. امين يا رب. بالمرة بقى سؤال اخر وناخد رايك فيه باخلاص. يعني ايه رايك في مساله توحيد الاداء من الزاويه الفنيه؟ هل ده يضيف ولا يقلل؟ لا مش هيضيف، مش هيضيف، مش هيضيف. لا. على العموم احنا برضو في البرنامج بنسجل تحفظنا على الخطوه ديت رغم احترامنا الشديد لمقاصدها النبيله. لكن الاذان اعلى واقيم حالة سمعية في غنائنا الديني. أنا عاوز أقول لك حاجة، ومسألة وضعه في قالب أو تقنينه أو تثبيته دي مسألة يعني أعتقد بل أؤمن إنها هتضر كتير. مش هتنفع، مش هتنفع. بس أنا عاوز أقول حاجة، معلش يعني اتفضل. إحنا بنسافر تبع قناة الفجر دول، النمسا، ألمانيا، تركيا. تروح هناك الجالية التركية بتعمل مولد النبي شهر، وكل اللي بيجوا ما شاء الله اللي بيقلدوا المنشاوي وعبد الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والاذان، اذان الشيخ مصطفى اسماعيل بيكسر الدنيا هناك. وانا مع الاسف بحط صوتي على صوتك، فين الاذانات القديمه؟ فين اذان الشيخ مصطفى اسماعيل في الاذاعه؟ فين في التلفزيون؟ ده الناس والله العظيم واكله وشينا، حتى الاطراف بيقولوا لنا فين. انا برفع صوتي والله مع صوتك للمسؤولين في مصر ان يرجعوا اذان الشيخ مصطفى اسماعيل، الناس محتاجاه، الناس محتاجاه عشان ودنهم تتعلم وتنضف. مع الاسف والله انا اسف. ده صحيح. طيب والله. طيب احنا عاوزين يعني نختم الحلقه كده ب يعني انت بتعمل لنا ساعات مقطع كده بيتكرر كل واحد مره يقوله ماشي بنغمه مختلفه. ماشي، اختار حاجه قصيره كده. قصيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي صدق الله العظيم.
الشباب بيقولوا مصطفى اسماعيل وربنا يفتح عليهم كده يفضلوا يقولوه على طول. امتى هيبقى ليهم شخصياتهم مستقلة او انت تحس ان هو هيبتدي يبلور وجهة نظر في القراءة وتوجهه ليها؟ ياسر بيقلد الشيخ مصطفى اسماعيل. الناس ما عندهاش استعداد تسمع صوت ياسر لان القدام قالوا كل حاجة. فياسر له الشرف اللي بيقول مصطفى اسماعيل. لو هو بيقلد مصطفى اسماعيل وبنها في اسيوط انا هروح اسمع انا ويسر. لكن لو راح ارى جنبي في البيت اللي جنبي في شارع جنبي بصوت ياسر مش هروح، لان هو له الشرف. هو صوت مصطفى اسماعيل ده قليل. ده اللي بيقلد الشيخ مصطفى اسماعيل ده لا مؤاخذه يعني في الكلام، يعني ليلته هتبقى يعني ليله وهيبقى ساري زي غيره. انت فهمني ولا ايه؟ انا مش موافق على الكلام ده. قول لي ليه؟ اقول لك ليه؟ لان ده مش من طبائع الامور. هو الواحد بيطلع بيتاثر بحد وبيعيشه وبيمتلئ بيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى خالق له بصمه لشخصيته بتيجي لحظه لازم تفرض نفسها. لان مصطفى اسماعيل لما قرا في الاول كان متاثر بحد. لا هرد عليه. اتفضل. لو اي حد جاني بيقلد اي شيخ خلاف مصطفى اسماعيل، لا اقول له يا ابني صوتك قول بصوتك انت يمكن يكون احلى ليك صوت. لكن تيجي عند مصطفى اسماعيل وتقف. اقول لك نسيب الحكايه دي لذلك. ماشي. ونبقى احنا قلنا لهم وجهه نظر نظرك ووجهه نظر اخرى ان هم برضو ممكن في يوم من الايام اصله انا وانت بتقول لهم بيرد عليك ردود فيها يعني ابداع لحظي. طيب استاذنك ونختم الحلقه بايتين من ياسر. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم وعيدا. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. بنشكركم ونحييكم ونكرر يعني رسالة للمرة الألف للأسرة المصرية بأنها تدفع أولادها لهذه المدرسة العظيمة، وكذلك لوزارة الأوقاف والدولة المصرية لتنظيم الكتاتيب في المدن في فترة الصيف زي ما قال الأستاذ أحمد، والمسألة دي تتم سنة سنة ومش بسرعة لأنها ما هي سهلة، لأن الانتظار أكتر من كده يعني مش هنعرف نعالجه بعد كده بسهولة. وشكرا.